السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمي الفاصوليا الحمراء لمجموع البقوليات المستهلكة بوفرة في كثير من بلدان العالم، وذلك نتيجة لمذاقها اللذيذ وعناصرها الغذائية المهمة، إذ بغناها على مستوى الألياف فهي تدعم انخفاض معدلات الكوليسترول الضار في الدم. أما باحتوائها على كميات مهمة من الفيتامين سي فهي تحفز إنتاج الكولاجين الضروري لليونة البشرة. وأخيراً ما يهم السكري فإن مؤشرها الجلايسيمي المنخفض وحملها المتوسط يضمانها للأغذية المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الفاصوليا فما عليك إلا بتناول أنصة إلى أنصتين منها، أي حوالي 60 غراما مسلوقة تضيفها لإحدى وجباتك في اليوم. وختاما لحلقتنا نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الفاصوليا الحمراء، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.